تجربتنا هالأسبوع هي synthesis of para النسال acetophenone، حتى تصير أصلا يعني واحد يتذكر شنو المواد الداخلة بالتفاعل، ونقسم البرودكت تسميته قسمين. النسال اللي هو من حيكون مركب اللي هو أنيس بنزالديهايد، أو الأصح أنيس ألديهايد، أنيس ألديهايد. هذا الجزء الأول البارا النسال اللي هو نفسه بارا أنيس ألديهايد، زائد مركب يكون الأسيتوفينون. التجربة هذه هي مشابهة من التجربة الأولى اللي هي تفاعلات الألدول كوندنسيشن، هذه هي التجربة الرابعة مشابهة إلى التجربة الأولى. قبل ما ناخذ طريقة العمل ناخذ نمرة عن المركب من ناحية التسمية النظامية إليه. هذه مثل ما تشوفون هذا هو الستركتشر المركب. بنيجي حنرقمه، عندنا رقم 1 2 3، ف عندنا برقم 1 رقم 1 مجموعة الأون يعني هي الكيتون، وبرقم 2 عندنا مجموعة الألكين لأن شو عرفتها مكتوب إين، هذه مجموعة ألكين. رقم 3 هنا مجموعة فنل اللي متصلة بمجموعة شنو مكتوبة بروب، يعني معناته شنو عندنا 3 ذرات كربون. زين هنا المفروض يصير يعني 3، وهنا يعني يصير هنا العفو هنا 3 وهنا يصير الواحد يعني هو الأصح. فهنا لأنه موقع هاي 3 هي مجموعة منه 4 ميثوكسي فنل، هذه هي مجموعة الفنل، وبرقم 4 هنا مجموعة الميثوكسي اللي هي الإيثر CH3O. فهذه هي التسمية النظامية للمركب. من ناحية الفيزيكال بروبرتيز انه يكون ذائب بالإيثانول أور أي أورجانيك سولفنت يعني أي مرتب عضوي، يكون انسولبل ان ووتر أكيد لأن ذرات الكربون أكثر من 5، هو يكون بشكل سوليد مثل ما تشوفون صورته، واللون يلو فير يلو شاحب لون الوردي الأصفر، والمالتنج بوينت إلى حتكون بين 73 و76 درجة أو 78 درجة. هذه التجربة مشابهة قلنا للتجربة الأولى من ناحية التطبيق، طريقة النظري الجزء النظري إلها أو التفاعل اللي تدخل به اللي هو تفاعلات الألدول كوندنسيشن، ثم بعدين كليسن شميدت كوندنسيشن. الألدول كوندنسيشن هو تفاعل ناتج من ارتباط أو تفاعل جزيئتين من نفس الألديهايد شرط أن تحتوي ألفا هيدروجين، أو مركبين من نفس الكيتون شرط أن تحتوي ألفا هيدروجين، وبوجود الديليوت بيز قاعدة مخففة حتى يتكون عندنا أول مرة البارا هيدروكسي كربونيل. بعدين بوجود هذا الإكسل من الديليوت بيز أو ممكن حرارة مستخدمين هاير تمبرتشر راح يتكون عندنا كليتن شميدت كوندنسيشن أي فقدان جزيئة ووتر، ديهايدريشن يحصل حتى يتكون الألفا بيتا انساتوريتد كربونيل واللي احنا هذا نحتاجه. بس بما انه تجربتنا بدنا نستخدم بها مولات مختلفة من الألديهايد والكيتون، يعني واحد ألديهايد والثاني الكيتون، فحيكون التفاعل من النوع كروس ألدول كوندنسيشن مو ألدول كوندنسيشن، لازم نحط مقطع الكروس، يعني بدنا نبين انه المولات مختلفة من المواد المتفاعلة. ونفس الشرط انه لازم نستخدم ديليوت بيت، والناتج اللي راح يتكون اول مره اللي هو بيتا هيدروكسي كربونيل كومباوند، بعدين بوجود الاكسس من البيت راح يصير عندنا دي هايدريشن راح تفقد جزيئه ووتر ويتكون الالفا بيتا انساتوريتد كومباوند. هذا بما يخص الجزء النظري للتجربة، وهذه هي المعادلة الأساسية، وحكينا تفاصيل أكثر بالتجربة الأولى لأنه هذه واحدة من أنواع التفاعلات اللي أيضا بدنا ناخذها لتفاعلات الألدول كوندنسيشن.
من ناحية صراحة اليوزز إلى استخدامات ما بقي تلقى استخدامات عليه يعني بالجانب الطبي، فما تطرقت إلى تطبيقه. من ناحية الكيميكال اكويجين، هذه هي معادلة التفاعل، هذا هو الاسيتوفينون مركب كربوني اللي هو الكيتون يحوي الفا هيدروجين، هذا الشكل الأساسي، زائد مركب ثاني أيضا كربونيل بس ما يحوي الفا هيدروجين اللي هو عبارة عن بنزالديهايد وبي رقم 4 أو موقع بارا مجموعة الميثوكسي. فأما نقول عليه هو بارا ميثوكسي بنزالديهايد، هذا هو التسمية الأيوباك. أما الكومن نيم الاسم الشائع له هو البارا أميز ألديهايد، وبوجود الوسط القاعدي اللي هو الصوديوم هيدروكسيد راح نستخدم والإيثانول كسولفنت راح يتكون عندنا البارا أميسال أسيتوفينول. وهنا راح تنطرح أيضا جزيئة واتر، لأن احنا قلنا ليس للتفاعل ديهايدريشن يبقى جزيئة ما. الميكانيزم أيضا مشابه للميكانيزم الموجودة بالتجربة الأولى. من ناحية طريقة العمل، راح ناخذ بيكر نضيف له 1 مل من النيسالديهايد، إذا هو عندنا المادة الأساسية الأولى تكون بشكل ليكويد، بعدين حنضيف بين 1 مل من الأسيتوفينون اللي هو أيضا بشكل ليكويد، هذه كلها بالبيكر، بعدين أسوي له شيك بسيط، نضيف له 3 مل أو 96% من الإيثانول سولوشن، يعني نحضر محلول إيثانول تركيزه 96%، يعني 96 مل إيثانول و4 مل من الووتر حتى حصل هذا التركيز. أسحب من هذا المحلول 3 مل أضيفه على البيكر اللي يحوي على الستارتنج كومباوند، أسوي تحريك لحد ما يذوب الريأبنت اللي هي الأنيسالديهايد والأسيتوفينول. بعدين حنضيف 5 دروب من صوديوم هيدروكسيد سوليوشن اللي هو تركيزه 50%، بمعنى ماخذين 50 جرام من NaOH مذوبين ب100 مل من الووتر حتى حصل هذا التركيز. من اخر 5 دروب اضيفه لهذا السوليوشن الموجود بالبيكر، الاحظ ورا مده راح يتكون يلوش سوليوشن، يعني محلول مصفر او اصفر. اتركه هذا البيكر المحلول كل الموجود بالبيكر تحريك لمده 15 منت ودرجه حراره الغرفه، وراها نلاحظ ورا 15 منت اشوف انه المحلول السوليوشن بكين سك، صار سخين سميك، فاتركه 15 منت وين بالايس بار. فاول 15 منت تحريك بروم تمبرتشر، ال 15 منت الثانية اتركه بحمام ثلجي حتى شنو اسوي مثل الفصل، راح يترسم المادة البرودكت والسوليوشن يبقى حتى وراها 15 منت اسوي عملية الفلتريشن. البرودكت اللي حنحصله اكيد راح يكون نوت بيور، مو نقي، لانه اكيد باقي عندنا من المواد الداخلة بالتفاعل، فنسوي فلتريشن. هذا الراتب اغسله بالكولد ايثانول وراها اتركه يجف حتى احسب نسبة المنتوج. اريد اسوي صورة نقية البرودكت، بعد ما ينجف نضيف له كمية قليلة جدا من الميثانول حتى نسوي عملية الريكريستلايزيشن للتنقية، وأيضا أقدر أحسب وراها نسبة المنتوج للبرودكت من هو يكون بيور من يكون نقي. بالنسبة للحسابات نفس ما أخذناها بالتجربة الأولى،
والثانية والثالثة انه ناخذ البيرسنتج ييلد نسبة المنتوج حيساوينا الاكتوال ييلد على الثيوريتيكال ييلد في مين. الاكتوال اللي مرة ما خلصنا التجربة حصلنا على البرودكت حنقيس وزنه هذا حيمثل الاكتوال. اما الثيوريتيكال ناخذ العلاقة ما بين الستارتنج كومباوند والبرودكت، اخذ الويت للستارتنج مقابلة الويت يكون معلوم مقابل الويت للبرودكت اللي هو الانيس اسيتوفينول اللي هو حيكون مجهول هنا احنا نريد نحسبه. المولكولر ويت للستارتنج معلوم، المولكولر ويت للبرودكت معلوم، طرفين بوسطين رح يطلع عندنا الوزن للبرودكت اللي مثل الثيوريتيكال. اجي اطبقه بالقانون وحده نسبه المنتوج. ليه؟ هسه يتبادر بذهننا احنا عندنا اثنين مركبات ستارتنج اللي هو اسيتوفينول وعندنا البارا انيس الديهايد، زين ايهما حختار؟ هنا بما انه المولات متكافئه يعني هنا عندنا واحد مول من اسيتوفينول، استخدمنا واحد مول من البنز العفو بارا انيسال بنزال هنا من بارا انيسال الديهايد ف والبرودكت ايضا واحد مول، فمعناته اي وحده من هذين الستارتنج استخدمها ما حيأثر على التفاعل. يعني اذا اخذ ستارتنج اسيتوفينول واخذ الويت الى والمولكولر ويت الى ويا البرودكت مفروض يطلع عندنا نفس نسبة المنتوج لو اخذنا البارا انيس الديهايد الويت الى والمولكولر ويت الى ويا البرودكت نفس اليلد راح ينتج، لانه احنا ما استخدمنا هنا وحدة من المركبات بشكل اكسل وانما كانت المولات متكافئة. ليه؟ الشيء الثاني ينتبه له انه بما انه الاثنين الستارتنج كانت بشكل ليكويد فاحنا نحتاج ويت من اساوي نسبة المنتوج من اريد احسب الثيوريتيكال يير، فبهالحالة احنا نعرف الدنسيتي للاسيتوفينون ونعرف المولكولار ويت له ونعرف الفوليوم، فأقدر أحسب الويت عن طريق الدينسيتي يساوينا الويت على الفوليوم. فبما أنه الدينسيتي معلوم فوليوم معلوم أقدر أحسب الويت واللي أطبقه بالقانون. ونفس الحالة لو أخذنا البارا أنيسال ألديهايد أيضا الدينسيتي إلى معلوم الفوليوم إلى معلوم أقدر أحسب الويت ونقدر نطبق القانون واحسب نسبة المنتوج. عرفنا هنا استخدمنا الاسيتوفينول ليش؟ لانه هو اول شيء يحتوي على الفا هيدروجين وهو المركب الاساسي حتى اتكون هذا المركب، وهو اصلا مركب كربوني. الانيس الديهايد اخذنا ليش؟ لانه اكيد هو المركب الاساسي يدخل بالتفاعل. زين اثنين هو يكون بشكل ليكويد، إذا أريد أحسب الويت إلهن عرفنا عن طريق قانون الكثافة. المولات إلهن متكافئة، فإذا أستخدم أسيتوفينول أو الألديهايد مقابل إلى أي وحدة حستخدمها بالتفاعل لحساب نسبة المنتوج ما حيأثر. الوسط أخذناه بكون قاعدة مخفف، وقلنا سبب استخدام القاعدة المخففة حتى يسحب يسوي دي بروتينيشن للألفا هيدروجين للأسيتوفينول ويتكون اول مركب نيوكليوفيل حتى يهجم على مركب الالديهايد حيث وراه يتكون عندنا الناتج. اول خطوه بالتفاعل هي تكوين البارا هيدروكسي كربونين اللي عن طريق الكروس او دول كوندنسيشن، وثم يصير عندنا ديهايدريشن اي فقدان جزيئه ماء حتى يتكون عندنا البرودكت اللي هو الفا بيتا انساتوريتد كربونين. معلومة مركبات الألفا بيتا انساتوريتد كربونيل نسميها جالكون، نسميه تسمية إلى ثانية جالكون، هذه أبسط لأنه مقترحها كان هذه التسمية. هذا التفاعل التسمية الصحيحة له أو نانع تفاعل هو من نوع البلايسن شميدت كوندنسيشن، يعني الرياكشن لتكوين الانيسال اسيتوفينول هو من الرياكشن كلايسن شميدت كوندنسيشن وليس الكلوز اوف دول كوندنسيشن. عرفنا دورة القاعدة، كل مادة متفاعلة منو تحتوي على الالفا هيدروجين، القاعدة اللي نستخدمها يعني مو
مركزه مو كونسنتريتد، وانما ديديوت استخدمناه، بس استخدمنا اكسس من عنده حتى نحصل على الديهايدريشن. هذا كل ما يخص التجربه.